احلى انوار، تحيه كبيره لكم وين ما كنتم. مرحبا بكل واحد اختار باش يرافقنا حلقه جديده ورحله اخرى. هذه رفماك الاربعاء 23 ديسمبر 2020، رحله تتواصل كيما كل يوم من توا للتسعة ونص نتاع الصباح. نحكيو فيها على الجديد في تونس وفي العالم. تزيد 1605 حاله جديده بفيروس الكورونا بتاريخ 21 ديسمبر، وهكا يصير اجمال الاصابات في تونس 123,323 حاله مؤكده. اللجنه الوطنيه لمجابهه الكورونا قرر مواصلة تطبيق الإجراءات العامة إلى غاية 15 جانفي 2021 وتمنع جميع التظاهرات والاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية. اتحاد الشغل يحذر السلطات في تونس من اتخاذ أي خطوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ووزارة الخارجية تدخل على الخط وتحسم الجدل. استنادا لحالة الطوارئ اللي تمر بها البلاد، وزارة العدل تلجأ إلى آلية التسخير لكتابة المحاكم ونقابة العدلية، ترفض التسخير وتدعو رئيسي البرلمان والجمهورية إلى التدخل. وصول أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب البارح، والعاهل المغربي يؤكد نتطلع لعلاقات راسخة وطويلة مع إسرائيل. نلعب على كارت كربيرو قيمتها 200 دينار، الموعد 8 غير بوع، رقم التليفون 31 380 ألف. كارت كربيرو قيمتها 200 دينار من 11000 باور تستنى فيكم، وحنا نستناو في تفاعلاتكم وكومنتاتكم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. مرحبا بالجميع. انطلقت الرحلة، سوداسي يحضر معنا كيما كل يوم، أني قرشيق وبوغوس برنس مرسو بنسي صباح النور. ليك يا حاج ومحلى كرافاتك ومشبك يا حاج، رغم اللي يقولوا ربي فضلك يا رب وربي هنيك وبقى السطر عليك. امين. ودي اليوم شبعت بالبوس، شبعت بالبوس امارة من البعيد. لا من البعيد، لا ما كلبوم بوسه هكا. علاش؟ على خاطر هالكرافات. انا راني الكرافات نلبس فيها من عام 67 ملي كنت تلميذ في خزنة دار. مع النكسة ها؟ 67 يا ودي معنا النكسة، احنا في تونس 67. لا معناش. الاخرين هذوك. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد. نهارك فل. ان شاء الله توصلوا لخدمكم لاباس عليكم، واللي قاعدين في دياركم ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر يا رب العالمين. انيق وبوغوس ومزيان، هو زاد بوغوس وجولدن بوي الرفماك ولا تسعه متمرد على كل المنشطين اللي يخدم معهم. نحب تصفيقها مراد صغيري. صباح النور. صباح الخير، صباح الفل، مرحبا بالجميع. محلاهم كانوا الالوان الصباح وقت واحد فايق هكا ورا الكوشين لوفيت سولي بلوتو، معناها بالوان تقول ربيعيه هكا. وفي التشويق اذا الحكومه منعت كل تظاهرات بالنسبه ل 31 ديسمبر. ما عرفتش كيفاش باش يعملوا وكاله الاسفار اللي باعت بخصوص في الجنوب التونسي. على كل سونيا وكاله الاسفار ما عندها ما تعمل، ما تنجمش تشكي بالدوله باعتبار داخلي الحمد لله ربي رقم قياسي. اليوم 38 من اضراب القضاة في تونس، وهو رقم قياسي عالمي افتخروا به. بعض القضاة بعثوا مساجات قالوا متغشين مني لانه ثور لهم شويه تحامل. انا نذكر فقط انه حتى اللي يستحقوا انه الدوله تعطيه وتزيدوا ما ياخذش الناس كرهائن، لانه فما عشرات الالاف من التوانسه المصير نتاعهم محتجز باضراب القضاة. بعد شويه وباش نحكيو على عمليه واليه التسخير اللي كتبت المحاكم اللي رفضتها نقابه العدليه، ودعات رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل. نجم يعطينا رأيه في حكاية التسخير جهة بث الإعلام والمنشط القادم من بعيد نهار لحد الموعد معه في ششبيش في دز تختف 35 مليار جوائز يوم لحد على قناة الحوار التونسي. زيد المكي صباح النور. أهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل يا خويا. ربي بقى لنا ستر وخذوا القرار اللي حبيت عليه، سكروا راس العام، سمعوا كلامك سي رفيق، أنا باش نشدوا ديارنا افرح فهمتني ولا ان شاء الله تعمل لنا برنامج ترفيهي في اي اف ام اموات تنشط تونس العباد. ماك شديد جمعه كامله تغوض هيا شدوا الدار، مش معقول لا ماكمش باش تموت. انا خويا باش نشدوا الدار وان شاء الله تفرح. وتوا لازمك انت كاعلامي تعمل لنا سريه راس العام في اي اف ام اموات تونس المستمعين اللي كانوا باش يخرجوا. شو محضر لنا راس العام؟ شو اسمه البرنامج؟ شو اسمه؟ ليله راس العام على اي اف ام. باش تكون فما عطينا هكا سكوب الراف خاطر تبارك الله اي اف ام دار كبيره. الله يحفظك. اول مره باش تكون كلها فنانين عرب، فنانين مصريين لبنانيين باش يكونوا حاضرين معنا بالتليفون وباش يغنيوا في المباشر، ولكن بالتليفون. بالتليفون بالفرقه ولا بالشايح؟ بالفرقه.
فرقه من مصر في التليفون المغني في لبنان. ونحن عندنا تليفون واحد في اي اف ام، نركبوا ليني اخر. قلت له يا انا. اه يا بي. عندك شي زياده. ربي يبارك لك. جاه مثلا الاعلام الرياضي بوغوسه التاسعه كذلك مصباح يوري فينا في تصويرته بالكسوة على الانستغرام يقول شوفوا محلاني قداش بوغوسه ناصر بدو صباح النور. رفيق رفيق مرحبا بك ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا كل صحيح رفيق وريتك تصويرتي وقلت لك راني بوغوسه وبالحق بوغوسه يشبي واحد عنده ثقه في روحه ما فماش مشكله وموش عيب واحد يبدا عنده ثقه في روحه واللي زاد فرحني اكثر من هكا سونيا لا كونفيرميسا معناتها كملت اكدت لي الشيء هذا معناتها حاجه مزيانه برشا ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك ونهاركم اسعد لا كونفيرميسا ناخذوا رايها في المباشر الجميله سونيا دهماني صباح الخير صباح الفل الناس الكل فعلا جو كونفيرم يقتل بالزين مش بالبركة يقتل بالزين هاك الضخامة والكوستيم غري انتراسيت يا غي ونصي شبيك انت شبيك انت الغيرة تذهب بالشيرة لاباس حتى حد ما قال لك بوغوس قولوا له راك بوغوس قولوا له بوغوس حتى روحي زوجك نسمع انا تو نغزل انا مو عندي كل واحد زوجي مش مريض كيفك انت مريض بيغزل اما ساكوتي انا نتكلم زوجك من النوع الساكوتي نعرفه مليح دونك انا ذاك تضامنا مع زوجك يقلقني هذا ولا تضامنا مع زوجة الناصر ولا زاد مع زوجة الناصر مسيكنا اسم الام العربيه باش تقول عليها مسيكنا هذيك امراه عندها ثقه في روحها تعرف ما يدردحها شيء باهي اوكي سما سونيا فعلا الحمد لله باش تحكيوا بعد شوي على اليه التسخير سونيا فسرها لنا انت خاطر ماناش فاهمينها وش معناها التسخير وش معناها تتعاود تترفض معناها اذا كان ما عندها حتى معنى ونجم نعاود نرفضوها علاش مشينا في الآلية هذه نحكيو على أوبرا العرب هذا معانا اليوم لابس الكوير في الأسود الأنيقة نجمة الفن والفنانات تصفيق سندريلا ومي العيالي صباح النور صباح الورد والفل والياسمين على ذكر عروستنا البارح يا سيدي حاطتك الفيديو لا بابار حسن بن عثمان هذاك شيخ علي فيديو العرس يا سيدي بن سيدي كي تشوف مش أربع سنين أنتوما متاع قناة التاسعة تبدلتوا وأنا من شهر سبتمبر توا تبدلتوا برهان بسايس نزلت كيعمل عملية تجميل تفكروها مول عملية تجميل شنو سونيا الدهماني زايدة مينيموم 10 كيلو حاسيلو أقسم بالله يا سونيا تقسمت على زوز أنت كيفاش؟ 10 كيلو زايدة معناها أنت كي باش تتفرج في روحك باش تقول أنا جو سوي فيغ بروحي اللي ضعفت هكا ضعفت مينيموم 10 كيلو مراد زغيدي بالأبيض مع حليه زياد مكي داخل ستار مفجوع ما يحب حتى حد يتصور معه ويعيط له برهين ويعيط له برهين يعيط في الصغار يقول لهم برا تصوروا معه اقسم بالله ويقول هكا حاسيلو يتسلوس خايف حاسيلو محليكم دوك البارحه سهريه على فيديو والله تفرجت عليكم الكل بيان سور انت سيتك لاستار بالتالي ماهوش جاي مخر وماكش ظاهر وماكش مصور اي بيان سور اي جي الاخر هو سيدي رفيق السؤال ما نعرفش سونيا قانون معناتها نجم فزر كيفاش صورونا من غير ما استشاري معناتها هكا نجمو نطلبوا الزواج نجمو نطلبوا تعويض وخاطر ما تعرف ممنوع قانونيا اي واحد يصورك من غير استشاره وانا حتى حد ما موافق وانت مصحح مع اي اف ام وماركات عالميه كل ما عادش طول ماركات العالميه يلا انطلقت الرحله 87 دقيقه نهاركم زين الناس الكل اخبار الطرقات بعد شويه نسمعوا الزابينك حضرته لنا سندريلا هذه رفماك للتسعه ونص نهاركم زين الناس الكل IFM Info Trafic. صباح الخير ومرحبا بكم على يافين في تونس الحركه بدات تعطل في داخل تونس الجنوبيه من لوتوروت ا1 من حي النور للكباريع فما ضغط صغير على جي بي 8 نيفو حينوزا في اتجاه برج الباكوش فما تعطيل على جي بي 7 نيفو دندن في اتجاه باردو على سي 36 فما ضغط في المروج للي جايين من بير القصعه الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يافين انفو ترافيك واللي عنده اي معلومه تهم الكياس يكلمنا على 58 550 711 انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه اساسوا روحكم في الكياس بطريق سلامه للناس الكل طريق السلامة للجميع نذكركم 9-8 غير بوع بعد تقريبا نص ساعة من توا نلعب على كارت كاربيرو قيمتها 200 دينار من 11 باور كلمونا على 31-380 الف الرحلة مكملة للتسعة ونص نعود بعد الفاصل جي سي سي أيام قرطاج السينمائية الدورة 31 من 18 ل 23 ديسمبر إديسيون بيست أوف مع 120 فيلم في القاعات والسجون دي زيكرون جيون ودرايفين من كرهبكم باش تكونوا حاضرين دورة الذاكرة والحنين
مع أفلام العصر الجميل. جي سي سي 2020 دورة الاستثناء تعطيك حرية لكسي. برمج أفلامك، اختار القاعة وكرسيك بلاش على تذكرتي بوانتين. وعلى خاطر اللي تعدى مش شوية، احمي روحك وخلي الباقي على أيام قرطاج السينمائية. جي سي سي 2020 من 18 ل23 ديسمبر بمساهمة لوندور. ما يبان الجو القاعدة في الدار في الشتاء كان حاجة حلوة كيما دولشي دو فيتالي اللي خمت فيكم وعملت لكم برومو سبيسيال على ديسير 100 غرام 550 مليم. ملحليو شتويتكم بدولشي دو فيتالي 550 مليم أكاهو. على خاطر هابينيس أحلى بيكم وديما تخمم باش تقرب ليكم. ديت في النصر والمرسى وجديد في لاك أوت توا تجيكم. ملا استناو برشا مفاجآت في الافتتاح نهار 24 ديسمبر والمدة جمعة كاملة. تمتعوا بدي برومو على جميع المنتوجات. هابينيس أن بليزير بارتاجي. أدريس رو دو لاك بيوا باساج دو لاك ملاوي تونس. الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو. البداية كالعادة بالليموموفور بتاع حلقة البارح نسمعوا توت سويت زابينغ. EFM زابينغ. بونجور يا ناصر، راهو الشيء زاد عند حده، لازمك توقفهم عند حدهم. انا حبيت نقول راهي الدنيا برد شويه، الناس ردوا بالهم مازالوا ما خرجوش. اللي مازالوا كنا ماشيين نعوموا ولا ريت كان جاي قالها برهان ولا مراد راك ضحكت وعملت فيها. سمباتيك واحد كيقولها انا تولي انت تقول يا خويا راهي الدنيا بارده، ردوا بالكم على رواحكم، لفوا على رواحكم. انا خاف على التوانسه اللي خرجوا ما استحفظوش على رواحهم، استحفظوا على رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. ورس ان شاء الله نهاركم زين. والله انا نحبك يا ناس، نفضلك معك. ورس الشيخ تميم الغالي. يا رفيق هذه اخرتها العيفه جمله واحده. رفيق حقه فما خيانه. تو محسن عيفة قلت له كان ما تحضرش معنا اخر العام، تحضر معنا اول عام في برنامج راف ماك. انا ساهم بعد ما خرجنا وما طلبت نمرو. خذته للستار تاي، معناتها ولينا بالغوره بالانفيتي. معناتها في ستار تايم عندنا النميمه، عندنا الغوره، عندنا شو كل شيء، كل شيء. معناتها سهله برشا ستار تايم انفيتي جي ترى نغموا عليه حتى النهار اثنين يصبر. واذا نجموا ننهيوا هالبرنامج مع راس العام ننهيوا. اسكوب ليكم يا جماعه، هذه البروجراماسيون اللي محضرتها اي اف ام للتراس العام. صارت اي اف ام شاشه ترافيك بوشنيقه. نورمال 24 من دون 24 ساعة من دون انقطاع، من 30 حتى ال 31 في الخاسر نص الليل ان شاء الله. وحبينا نعملوها التجربة من بعد ما علاش نتعملها اربع عام. اي بالحق والله 48 ساعة من دون انقطاع عشان ندخلوا في كتاب جينيس، ندخلوا في حيز. ايوه هاني جبت لكم البرومو الحصري لبرنامج دز تخطف لزياد مكي. دونك بكر دز تخطف من هلا لحد باش العائلة تتفرج. نحن برنامجنا لا يعمل بوليميك لا تربية جنسية، لا يبداو يحكوا حرام عليك. يا مراد يا خويا قديش صباحك مبروك وفيه برشا تفاؤل وجو. الحكومه واللجنه العلميه والناس تطلب البارح، هل هي توصيه هل هو قرار؟ الناس اللي مبرمجه، الناس اللي في العروض، الحاصل العالم داخل بعض. وقتها شوفها هل عام 2020 انا على كل هذا الكل واحد الله الله وحده لا مشتاق كان خليت لي الكونكلوزيون، ولكن انا هذا تفكر بعد ساعه. ولكن انا ولكن طيح الريت والله ما نعرف. ولكن انا نحكيوا على الريت بعد كرتون. الحاجه باغامو يا رفيق لازمك تعملها على اربع اجزاء. ثم صاله قاعد خزنة دار يستغل فيها الملعب التونسي، هيك القاعة هذيك بربي ما عادش يقولوا قاعة مغطاة، قاعة راهي اسمها في الوقت. اي اسمها مغطاة. اعطيني الاخبار لحد الان ما فهمناش. لا عايد عرب ضربت يا حلال. لا لطف عليها، لا مازالت عروسة جديدة. الاخبار وينو؟ الاخبار هو انه القاعة هذه حارمين منها الاكاديمية. ايه الاكاديمية اللي برا وترناو في الشتاء وفي البرد وفي كل واحد. علاه خويا ما نحنوش عليهم. شكون اللي حارمهم؟ شكون اللي حارمهم من المسالة؟ الناس اللي عندها يدها طويلة. حب تعمل لي تو مشكلة كيما جماعة إسرائيل داروا عليا، قال لك أنا نحب الضبط. هو الملعب التونسي كمان طيب ورا العملية هذه. لا لا مهنا الملعب التونسي معاه بنسيو هنا كولاد. لا ما نعرفش شنو قال. انا قلت كمال طيف بعد قلت حيوا الفلكو معاه الملعب التونسي تاعنا خيط جبل الاحمر. يا حاشني الاخبار كسرت لنا كرايمنا. القاعه ما مراد زغيدي انقد برهان بسيس ورفيق بوشنيق في برنامج ستار تايم، حتى من لوديتور انطق. لك بربي سمعت وليد مراد قال فينا؟ سمعت والله سمعت صراحه، ما عجبتنيش منه صراحه. الله الله الله
الله اكبر برافو وليد. كان في بالي بنت برهين بسيس وبنت الراف باش يصير فيهم هكا، مستحيل نخليه يقول الكلام هذا. بنتك باش تكبر يا رفيق كما قالت تسمع الكلام هذا، باش تسمع لبوها مهبول باش تبرر لاصحابها. والله باش تقولوا لها يا بوك مهبول صحيت والله يسلمك. كيفاش باش تعيش؟ كيفاش باش تعيش بنتك؟ سبع سنين باش تدخل المكتب. ما عادش تقدرني من الديكلاراسيون كريتها. ما عادش تقول خديجه ما تعملش قلوس يا مهبول. اي انا وفاست برهان الراجل عنده عائله. انا بنتي 30 تو عند بسيكياتر كيف بوها برلين وما فيها شريط. انا ما عند بسيكياتر تو. اي ولده يحكي معي يقول له ما عندك شريط. ما عندك شريط. بعد الجيران يقهروني على الريتم. يبدا هابط في الدروس. يا ولدي لا اما ريت السلخان يا الراف نبداو نخدموا بعضنا. اما نجيبوها بضع ما عندوش ريتم ربي معاه هو بيب ورينا هذاك مراد ما نحبوش وهذاك عندك علاش زياد عليه الدنيا تطلع هذاك هي معناتها هكا هو زابينك حلقه البارح وفاستنوني غدوه في زابينك حلقه اليوم يفهم زابينغ. رجعنا لكم في الرفماق وفي الرفماق ديما نعطيكم الاخبار المزيانه على خاطر هابينيس احلى بيكم وديما تخمم باش تقرب ليكم. هابينيس بدات في النصر والمرسى وجديد اليوم يجيكم من لك ان. هابينيس تجيكم اليوم في لك ان. استناو برشا مفاجات في الافتتاح نهار 24 ديسمبر ولمده جمعه كامله. تمتعوا بدي برومو على جميع المنتوجات نتاع هابينيس. ان بليزير بارتاجي. لادريس هي رو دو لاك بيوا باساج دو لاك ملاوي تونس. كونوا زادا موجودين نهار 26 ديسمبر من 10 لنص نهار مع كامل فريق لو ماك دو ويكاند مباشره من هابينيس لاك واحد. نعملوا ترتيحه بالموزيكا ونرجعوا بعد شويه موعدنا يكون مع الكونسي. نرجو نحكيوا على ابرز الاخبار اللي عرفتها تونس في ال 24 ساعه الاخيره. نذكركم 8 غير ربع نلعبوا على كارت كاربيرون قيمتها 200 دينار. انت اللي تسمع فينا تو ما زلت نجم تلعب معنا على الكارت. يكفي تكلمنا على 31 380 الف. هذه شيرين حب وجنة راجعين. حب وجنة انا عشت
كنا معنا خلصوا للسبعة وثلاثين دقيقة بالملي بالثانية تتسيب نسمعوا الأخبار هي فيم إكسبريس مع سيد مهلين على أخير ما فهمتش عليه صفة على حاجة على حاجة تتعاود يوميا معنا حاجة سيلو كوتي ديام تعنا تعاود يوميا وفي كل موعد متاع هي فيم إكسبريس إفكتيفمو على هذا نحيوك ربي فضلك لا لا مرحبا يا مرحبا سمح النور ماذا اللي ماهيش مر اللي فاتك احنا نحكي وين الأخبار وين الأخبار هي مازال تكتب زي تذكر لا يا ودي أنا عجبتني تصور بتاع الأخبار تصفيق على رفيق عدى 5000 على راس رفيق والله هلأ هلأ اليوم صار في القصرين يا ابو 10 رفيق يستاهل نذكروا اللي كنتوا باش تعملوا برنامج ما بعثكم لكن القدر والله بالحق يا سلام القدر أنقذنا الزوز خليوا الأخبار تبدا 7:30 فيلم هلال يلا يا فيلم إكسبريس يا فيلم إكسبريس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تقرر منع مختلف الاحتفالات بما فيها رأس العام وصل تطبيق حظر التجول ومنع التنقل بين المدن حتى 15 جانفي. رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ يقول إنه ما عندوش أي علاقة أي شركة عندها علاقة بملف توريد النفايات الإيطالية خلافا لما يتم ترويجه من طرف قيادات حركة النهضة ويأكد إنه باش يقاضي كل من تورط في الثلب وترويج الأخبار الزيفة. وزارة التجارة تعلن على تكوين نواة تضم خبراء متخصصين في مجال الدفاع التجاري وشروحهم في تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالواردات للمنتجات اللي عندها مثيل مصنع محليا. فك اعتصام عدد من عائلات شهداء ثورة في القصرين في مقر الولاية والمطالبين بإصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى بعد موعدهم الوالي بإيجاد حل المطلبهم في ظرف 3 أيام. تونس تنفي ما يتم ترويجه من ادعاءات على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وبيان لوزارة الخارجية يأكد أن تونس تحترم المواقف السيادية لمختلف الدول ولكن موقفها ثابت ومبدئي وما تأثرش فيه التغيرات في الساحة الدولية. موعدنا يتجدد في أخبار 8 مازلتم كملين مع راف ماج. بعد لحظات نمشيو للكونسي ولكن قبل هذا نحكي لكم على أزور سيتي اللي يحتفل بعيد ميلاده الأولاني واللي بدأ من 18 ديسمبر ومكمل حتى 3 جانفي 2021. كدوات بالجملة للربح تستنى فيكم قيمتهم تفوت 40,000 دينار. نحكي على أزور سيتي سنتر متاع البونليو سود ونذكركم أنه أكثر من 100 ماركة أنساني موجودين في السنتر هذاك علاش فما برشا شوا للنساء للرجال وللذواق الكل كيما قاعدين تشوفوا توا على الاكران. الناس اللي تسمع فينا تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وتتفرجوا على المباشر تشوفوا الشوا نتاع لي زارتيكل الموجودين تنجموا تبروفيتيو من لي برومو سبيسيال الموجودين في ازور سيتي بمناسبه العيد ميلاد. وكالعاده اعملوا تلا على الباج فيسبوك ازور سيتي باش تكتشفوا دي روميز وفي الكتالوج ديجيتال نتاع السنتر. مره اخرى نقولوا عيد ميلاد سعيد ازور سيتي. نعود بعد الفاصل. يسير لابليكاسيون موبيل اللي تسهلك ديبلاسموناتك بأحسن صوف في تونس ومعها أورانج يدلوكم بأعز بون بلان. مليوم تيليشارجي لابليكاسيون ماي أورانج واكتيفي البون بلان يسير باش يوصلك الكود برومو اللي خليك تتمتع برميز 50% على سوم الكورسة في تاكسي يسير. أوفر إكسكلوزيف بور لي زابوني أورانج. يسير رانا لهنا وبأحسن صوم في تونس. Azure City يستدعاكم لانيفرسير الأول ويحط على ذمتكم 3 فيترين أغانيه. طلع قيمة الفيترينة واربح اللي فيها الكل من إلكتروميناجي، لبسة وأكسسوارات وبرشا كادوات أخرين على كيف كيفكم تستنى فيكم. مالا نتقابلوا في Azure City بونليو سود أوتوروت A1 من 18 ديسمبر 3 جانفي واربح الفيترينة اللي على كيف كيفك. Azure City الدنيا على كيفك. لمت الحومة وحدها أما اليوم نختار مازال موجود. أنا اخترت نحمي روحي وصحابي باش نوقفوا انتشار الكورونا. خلينا الكلنا مسؤولين. نقصوا قدر الإمكان عدد الأشخاص في التجمعات. نخليوا على الأقل مترو بيناتنا وما ننساوش نلبسوا الكمامة ونغسلوا ايدينا بانتظام. يد واحدة نوقفوا الكورونا. الأمل في مستقبل أجيالنا القادمة ما يجيش بالخوف واليأس والاستسلام. نكونوا يد واحدة ونقولوا ممكن. النمو الاقتصادي ممكن. ازدهار بلادنا ممكن. نعم الخروج من الأزمة ممكن. تابعونا نهار الخميس 24 ديسمبر بداية من 6 متاع العشية باش نقدموا حلول عملية وممكنة مع بعضنا. الحل ممكن. جي سي سي أيام قرطاج السينمائية الدورة 31 من 18 ل 23 ديسمبر إديسيون بيست أوف مع 120 فيلم في القاعات والسجون دي زيكرون جيون ودرايفين من كرهبكم باش تكونوا حاضرين دورة الذاكرة والحنين
مع أفلام العصر الجميل. جي سي سي 2020 دورة الاستثناء تعطيك حرية لكسي. برمج أفلامك، اختار القاعة وكرسيك بلاش على تذكرتي.ان. وعلى خاطر اللي تعدى مش شوية، أحمي روحك وخلي الباقي على أيام قرطاج السينمائية. جي سي سي 2020 من 18 ل 23 ديسمبر بمساهمة اتصالات تونس، المساند الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. راف ماج مع رفيق بوشناق على إي إف إم أحلى غاديو. رجعنا لكم في الراف ماج مع سوني الغالية وبقية الفريق. ربي أحكي نقاش اللي كان يدور بيناتكم يا رفيق والموقف نتاعك. نقاش محترم. نواصلوا بعد شوية ولكن نمشيو توت سويت للكونسي. يلا راف ماج لو كونسي. يلا الاخبار الاولاني نفسروه ساعه بعد شويه للعباد واعطيوني رايكم. استنادا لحاله الطوارئ اللي تمر بها البلاد، وزاره العدل تلجا رسميا الى اليه التسخير لكتبه المحاكم. في المقابل نقابه العدليه ترفض التسخير وتدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهوريه قيس سعيد، نعرفش علاش طفيو المشيشي في الدعوة نتاعهم، إلى التدخل. راف ماجور الأعداد، البداية باش تكون بك أنت. العدد لشنو؟ العدد للموقف النقابة ولا للتسخير؟ النقابة ولا قرار التسخير؟ فسر لنا التسخير وأعطي العدد للنقابة اللي رفضت، هل من حقها مش من حقها؟ العباد مش هي مش معناها التسخير وشنو تداعيات رفض التسخير؟ ودايور أنا كنت فاهم في أنت قبيلة في الصباح حطيت الصفر. سونيا ما معنى التسخير؟ نبسطوا للناس اللي تسمع. التسخير باش نبسطوه يفهموه الناس الكل، وقت يبدا فما إضراب فما حاجة اسمها قانون التسخير اللي يسمح للسلطة، يسمح للدولة باش نزيد نبسطها، أني تلتجئ إلى تسخير بعض الأعوان ولا مجموعة من الأعوان باش يخدموا بين ظفرين بالسيف عليهم باش المرفق ولا المؤسسة ما يقفش ما تنهارش و باش يتلهاو بالحاجات المستعجله. واضح اكثر من ما نجمش نبسط اكثر. واضح. اكثر من هكا، لاني فما مجالات حيويه كيف ما القضاء ما نجموش نوقفوهم. اليوم عندنا الكتبه نتاع المحاكم كارثه، اكثر من الكارثه نتاع القضاة يا سيدي، اكثر شيء من هكا. الكارثه نتاع اضراب الكتبه اقوى من اضراب القضاة. علاش؟ على خاطر كل ما هو مرتبط بالاجال يتقدم لكتابة المحكمة، يعني مطلب استئناف، مطلب تعقيب، اللي هما مربوطين بأجال من تاريخ الإعلام بالحكم، خاطر العدول المنفذين في الأثناء راهم قاعدين يخدموا في خدمتهم، العدل المنفذ يبلغ لك حكم، أنت عندك 20 يوم باش تستئنفوا، يلزمك تجري قبلك ال 20 يوم هذوك تقدم مطلب الاستئناف، لشكون باش تقدمه؟ ما فماش كاتب. فالتجأوا المحامين أنهم يعملوا معاينة اللي الكتبة ما همش موجودين وقاعدين يبعثوا في المطالب على طريق البوستر. معناها شانتي مطلوب من رئيس الحكومة، يعني من القرارات المستعجلة جدا أنه يصدر أمر في تعليق أجال الطعن بالاستئناف وبالتعقيب. اليوم فيما يتعلق بالتسخير وفيما يتعلق بموقف النقابة، عقوبة التسخير بربي يكمل هذا هو هاني باش نوضح ايش اجى نشط ايش فيما يتعلق بربي خليه يسكت. فيما يتعلق بموقف النقابة بشوي خويا العزيز، نقابة مش على كيفك، ماهوش على كيف، خاطر اليوم النقابة غير واعية أنها باش تأدي إلى محاكمة الأعوان ولا منظورها. من على خاطر اللي يرفض التسخير، التسخير كيفاش يصير؟ هو يبعثوا له شخصيا بالاسم في داره في آخر مقر معروف له ويقولوا له راك يلزمك في 48 ساعة يلزمك تكون في البوست نتاعك تخدم. يرفض ما يمشيش يباشر، هو معرض لعقوبة بالسجن وبالخطية أو إحداهما، توصل العام سجن العون الذي لا يلتحق، وتتضاعف العقوبة في حالة العون، معناه ينجم يضرب عامين. بهذا النقابة تعرف أو الجماعة تعرف ما هو في إطار الفوضى الخلاقة متاعنا. ما عادش فما احترام القوانين. سمحني، أنت نقابة قررت إضراب المرفق يلزمه يتواصل والقانون موجود، انت قاعد مضرب في اطار القانون ولا خارج اطار القانون؟ حتى التسخير في اطار القانون. تحب توقف الدنيا؟
تحب تضرب بالضغط توقف الدنيا، لا نحب نوقف الدنيا ونوقف مصالح العباد ونضر بالعباد والتسخير لي. وكان عجبكم واللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش يشرب من البحر. حكومة قلت علاش علاش تتناول مشيش مع خاطر الوزير العدل تابع تابع الحكومه دونك احنا مشي هو الامر اونتر بارونتيز راهو الامر ام التسخير من المفروض رئيس الجمهوريه هو اللي ياخذه كيف ما عمل بورقيبه في 78 وقت اللي سخر الجيش باش يسوق الكار والترينو وقت اللي كان فما اضراب عام. في دقيقه مراد في دقيقه باللغه العاميه هذا اللي صاير اليوم بوريب انا نتهم من هذا المنبر جمعية القضاة ونقابة القضاة زوز وأنهم قاعدين يحثوا في شرخ ما بين الشعب التونسي والقضاة وسلك القضاء ومرفق القضاء، والشرخ هذايا باش يصعب ياسر وأنه نستعيدوا اليوم ولا غدوة الثقة في هالقضاة. ما طلبوا مشروع هذايا لغة مضروبة، أنا بالنسبة لي ما هذه لغة معناها ما نحكيوش بها. اليوم مرفق عام حياتي حيوي المصالح التوانسة موقفينه على زيادات ما خذيتهمش من عامين، نذكر ولو وجعتهم كي ذكرناهم المرة الأخرى، القضاة الدرجة أولى خذيو زيادة ب 1000 دينار في سبتمبر 2018، الدرجة الثانية خذيو 975 دينار في 2018، والدرجة الثالثة الدرجة الأولى بالعكس اقلبوا خذيو 900 دينار، وقضاة القطب القضائي والمالي خذيو منحة في 2018، فما عشرات القطاعات اللي ما تزدت ليش فلوس من 5 و6 سنين. ثم القضاة شنو على عمينا شنو هذا؟ ثم سمحني باش نجيب حاجه اخرى، نطلب اليوم ونخليه رئيس الحكومه ووزير وزير العدل. اليوم فما قانون في تونس، قانون قال له اللي ما يأديش الخدمه نتاعو ما يخلص شيء. هذا شحبوه جمعيه القضاة معناها باش تبعثوا زملائكم للحبوسات والا الخطايا، والدوله باش تكون مجبره معناها 38 نهار اشبيه في قطاعات اخرى في النقل الدوله نحات مش شاري. الدوله يلزمها تطبق القانون على من يقول القانون القانون يقول وان من فقه قضاء من لم يؤدي العمل نتاعو الدوله ما تخلصوش. ولكن هو البارح سمعت نعرفش في واحد قال ما تخلصوناش، لا قال ما تخلصوناش، وبعد قال لازمنا نشوفوا شكون اللي دفعنا باش الاضراب هو اللي لازم يتحمل مسؤوليته في هذا. دولة القانون أنا قاعد نتعلم منكم رأو ما نعرفش معناها واحد يرفض التسخير شنو التداعيات كي تقول لي أنت حبس وقتية وكذا، وهذا القانون شنو يقول؟ معش معناها النقابة اليوم تقول معناها القانون معناها أنا نقابي من عندي لا قانون لا حتى شيء، نعمل اللي نحب نعمل اللي نحب، نقعد 50 يوم نقرب تي جمعيتي ما يهمنيش تي نعرف نعمل شنو نحب، نقرب 80 يوم 30 يوم اوكي، ومن بعد باش نعرف انه في الاخر باش يخلصوا، انا متاكد من هذا باش يخلصوا، ومن بعد يصير تسخير ونرفضوه وابتسم انها تونس. اوكي يا رفيق والله ما حبيتش تغلط الغلطه هذه، حبيتك تخلي مراد يخاطف القضاة متشنش باش ترسيله عمره يعديه في باب سعدون هابط على المحاكم تاع يا اخي هيك خلطت عليه. هنيئا لكم حياتكم مسلطة ولا ندافع على الشعب على المبادئ توك تبدا هابط تو ينفعك مراد الصغير. احنا مع العلم انا والناس ما تكلمناش واحنا نحكيو عن المبادئ، نحكيو على بيان وزاره الشؤون الخارجيه البارح بعد الكلام اللي تقال ولا الاسم تونس اللي تذكر في النيويورك تايمز. الوزارة تدخل على الخط، الوزارة قالت بما معناها كل بلاد حرة في المواقف اللي تاخذها، وقالت أن تونس موقفها ثابت وهو موقف رئيس الجمهورية اليوم قيس سعيد اللي أكد في أكثر من مرة أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم. وفي آخر البيان قالت تونس تجدد وتؤكد تمسكها بعدم المشاركة في أي مبادرة تمس وتمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق، وهي غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل طالما أنه يواصل سياساته لتضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادر القانون الدولي. رسميا تعلنها الوزارة تونس لن تطبع مع الكيان الصهيوني راف ملغور الأعداد. كانها رسالة هذه شرقت معناتها أنت مكش موافق. شبيك في القضاة تحكي وقضاة وكذا في إسرائيل شرقت وأنا خرجت معناتها
الحب اللي كان فيه. برهان بعث لي مساج قال لي نسمع فيك انا وجلعات شليت صديقي هكا تبهمش شوي. يلا العدد بالنسبه لكم تدخل الوزاره بهالموقف هذايا بالوضوع هذايا الناس الكل باركتو الناس الكل قالت حاجه باهيه حاولوا نقراو ما بين الاسطر اي فوالا حاولوا نقراو بين الاسطر كلمه ناصر محلاكي تبدا عندك مبدا وتمشي فيه للاخر محلاكي تبدا واضح مع روحك ومع الناس كي تتكلم ديريكت تحكي على القوطه محلاها سيبوا سيبوا المية على القضيه هذا خويا اليوم احنا مع القضيه الفلسطينيه اليوم بارك الله فيها الحكومه وهذا واجبها وهذا اللي قال كان قالوا رئيس الدوله في الخطاب نتاعو وقت اللي باش يترشح لرئاسه الجمهوريه لهذا التطبيع وهذه حاجه واضحه الوضوح ما فماش معها سائح احلى منه مراد في كلمه يزيد يحملنا يزيد يحملنا حاجه يثقل علينا المسؤوليه هالبيان هذا ما عادش عندك حق ترجع بالتوالي تو رسمي الامور معناها مهما كانت الضغوطات اللي تنجم تتسلط عليك هو راه في الدبلوماسيه عمره ما عندك الحق ما ترجع بالتوالي تنجم ديما ترجع بالتوالي الدبلوماسيه ديما متغيره ولكن المواقف معناها تنجم تبدل الامور ولكن يحسبوا لي بعد سنوات مش تو يحسبوا لي تونس الانسجام نتاع السياسه الخارجيه نتاعها راهو الناس اللي تقول وقت بورقيبه وقت بن علي بورقيبه استقبل الفلسطينيين من بيروت عام 1982 اسرائيل قنبلت تونس عام 1985 بن علي في السنوات الاولى نتاعو قنبلت حمام الشط بالتدقيق بن علي اكيد في فتره معينه وقت اتفاقات اوسلو وقت عرفات بيدو ياسر عرفات بيدو وهذا للتاريخ طلب من تونس ان يكون نوع من التقارب مع اسرائيل لكن قبل هذا بن علي كان على خط ديما مساند للقضيه الفلسطينيه انا عجبني حاجه في الـ في الـ في البيان نتاع تونس الشرعيه الدوليه راهو الاشكال مانيش اليوم باش نكونوا لي راديكو نتاع نبعثوا اسرائيل للبحر ونحرقوا اسرائيل هذاك تو ما عادش ممكن في العلاقات الدوليه اما على الاقل طبقت الشرعية الدولية، شو تقول الشرعية الدولية؟ تقول القدس عاصمة الدولتين، وين القدس عاصمة الدولتين؟ وين مجموعة الدول؟ وين لا كوميونيتي انترناسيونال؟ قادرين نمشيو فيه للاخر رغم الضغوطات اللي باش تسلط علينا والاغراءات ما بين الضغوطات والاغراءات تونس بلاد مرهونة ما عادش نحبوا يسلفونا هذيك لعبة أخرى، هذيك موازين قوية، احنا على الأقل عندنا زادة ورقة باهية هو أنه فما انسجام مع الجزائر. وراو كي تبداو اثنين مش كيما تبدا وحدك معناها تونس والجزائر اليوم ينجموا يمثلوا خلي نقولوا التيار صلب الجامعه وحدة. العربيه على الاقل يقول يا سيدي احنا نحبوا نعملوا علاقات مع اسرائيل بعد 5 سنين 10 سنين شنو ياخو الشعب الفلسطيني ما فماش دوله في فلسطين اليوم اخبار الطرقات لانفو ترافيك وبعد نرجع لكم للبلاتو ليكم انتم اللي في الكي اس اي تو سويت لانفو ترافيك Shell V-Power, le carburant premium, il y a le moteur caractère Axel Nager en Ferrari. Shell V-Power Super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année 2020. صباح الخير ومرحبا بكم من جديد على يا فام في تونس الحركه زينه في داخل تونس الجنوبيه من لوتوروت 1 من حي النور في اتجاه الكباريه فما ضغطي شارع 9 افريل في اتجاه باب سعدون نيفو باب لاقويس فما اكتظاظ على جي بي 7 نيفو داندين في اتجاه باردو الحركه معطله على الغوتيكس نيفو حي رومانا في اتجاه نوتر دام على جي بي 8 فما ضغط للي جاي من سبيلت بن عمار نيفو حي النزهه فما اكتظاظ على جي بي 10 نيفو برج لوزير في اتجاه ارينا للي جاي من سكره فما تعطيل في شارع ابو القاسم الشابي للي جايين من غون بوان ليسكال في اتجاه حي التعمير وفما زاد تعطيل على سورتي ويست نيفو غون بوان بندحة في رات فما ضغط في اتجاه القنطرة والحركة رزينة للي جايين من مروج 1 ومن مروج 3 في اتجاه غون بوان سوق الكراهب الحركة تبقى عادية في بقية الولايات نشكر كل من تفاعل معنا على الجو فيسبوك يا فما فوت خفيف واللي عنده أي معلومة تهم الكياس يكلمنا على 58 550 711 أنا نرجع لكم بعد نصيف ساعة سيسوا روحكم في الكياس وطريق السلامة للناس الكل Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motor caractère Axel Nager en Ferrari. Shell V-Power Super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année 2020. Mais on a avec Shell V-Power tout de suite le quiz by Shell V-Power. Quiz conducteur by Shell V-Power. معنا في التليفون صديقنا وائل السعيدي وائل صباح النور. اهلا بالراب خويا كيف الحال يا صديقي؟ اش احوالك الراب؟ والله الحمد لله في نعمه منين كلام فينا وائل واش تعمل في الدنيا؟ من جرومبيليا تحيه ليك وتحياتنا لجرومبيليا في الوقت الحالي بطل قداش عندك بطل؟ والله البريود الاخرى ما صدقنا الرب يدبرنا خدمه اه
هو تاع الكورونا ذاك وكيت كامله سي. اش تخدم انت؟ شنو عامل؟ شنو سبيسياليتي نتاعك؟ اش تخدم؟ تكنيسيان مانتونس اندستريال. تكنيسيان مانتونس اندستريال. قداش قعدت بطال عموما في الكارير نتاعك؟ والله تقريبا 2015. من 2015 لتوا معناها لقيت خدمه مؤخرا يا اخي جات الكورونا. مؤخرا انا غالب الحمد لله ربي كبير وربي حل البيبان في وجهك يا صديقي. خلي تتبدل شويه الامور. رفيق يعمل شي خدمه ولا حاجه. شنو قلت لي؟ تحياتي لكم الكيب كامله. ربي يفضلك. عايش شويه يا ويل. عايش شويه. الماتر برهان ومراد والمثل بتاعي برجوليه معاكم زيدون هذاك المثل. تو فهمني علاش باش نقعد بطال. لا هكايا سنوات البطاله باش تدوم برشا. ربي فضلك صاحبي ان شاء الله ترقى خدمه في اقرب وقت. اه بابا قول لي. عايشك وبربي تحيه للي هزت عليها التليفون. اخلاق عاليه. سرون نسلموا عليها برشا. باهي باهي يا ويلي. اي نبدلوا شويه الجو ونمشيو لحاجه تفرح. نمشيو نلعبوا ونربحوا ان شاء الله كارته قيمتها 200 دينار. السؤال الاول شنو احسن كاربيرون يعطي احسن بيرفورمانس للموتور من اول بلان تعملوا الكرهبتك؟ شيلفي باور. يا بابا يلا نكسروا النحس. هذه 100 دينار الاولى مبروك عليك. نكسروا شويه النحس والعكس. نمشيو للسؤال الثاني. في مفترق بدون علامات شكون عنده الاولويه؟ اللي على اليمين اللي على اليسار؟ لولوية على اليمين. لولوية على اليمين 100 دينار الثانية مبروك عليك. مبروك كارتة قيمتها 200 دينار. مبروك كارتة قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور. نسلموا عليك ويل وعلى جرومبيلي وعلى الناس اللي تسمع فينا في جرومبيلي. كان عندك لشكون تحب تعمل ديديكاس؟ يلا ويل. بالطبيعة تحياتي لكم لأمي وبابا وعائلتي. ربي يفضلهم واللي يعرفني. ربي يفضلهم لكم وكبوك وربي يفضل لك الناس اللي تحبهم الكل. وائل السعيدي من جرومبيلي كلمنا على 31 380 الف وربح معنا كارت قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور. كويس كوندكتور باي شيلفي باور. نعود بعد الفاصل مكملين معكم في الكونسي. ما تبعدوش. في جيون بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم. واليوم في جيون سوم سيش شوفو كيكي نيو جين 2200 وات ومع عام جارانتي يولي ب 29 دينار و 900 اكاهو وهكا لا توفروا لا دينار الاثنين اما 19 دينار و 100 كاملين. جيون يدفع على القدرة الشرائية. جيون ايام دللنا. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما رابح. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمة هذه وتجيك وين انت. شيل ليكس فيدانج على دوميسيل. تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36-133-1000 ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيل ليكس فيدانج على دوميسيل. شيل ليكس إلو برودوي دو لاني 5 فوا كونسيكوتيف. Si rien ne vous arrête, ni la pluie, ni le soleil, et vous cherchez un pneu qui vous est fidèle, découvrez le nouveau pneu Goodyear Efficient Grip Performance 2. Le pneu avec la distance de freinage la plus courte sur route mouillée et sèche. Le pneu avec la longévité kilométrique la plus élevée, selon les tests effectués par l'organisation internationale indépendante TÜV. En plus, n'oubliez pas, pour tout achat d'un pneu Goodyear, bénéficiez d'une garantie d'hommage pendant un an. Go Goodyear. كنا تحب على مونجالا تعطيك برشا وهرة خامة وفيانة. ستار ووتشز تحط على ذمتكم إن غراند فاريتي دو جام دو مونتر فيستينا بور هوم إي فام ذات جودة عالية تتماشى مع جميع الأذواق وبأسعار في المتناول. فوني ديكوفغيغ لا نوفيل كوليكسيون دو فيستينا مونتر سمارت تايم شي ستار ووتش مونتر سمارت إي شيك أفيك لا كومبينيزون دان إكران كولور إي إين فينيسيون إليغونت أفيك زيركون فيستينا أولويز فيتس. في مازارو ميلانو تمتعوا ب 30% رميز على ليزارتيكل الكل وزورونا كالعاده في لي بوان دوفونت نتاعنا صفاقس المروج 4 والعوينه. مع مازارو ميلانو البس تونسي وعيش تالياني. جي سي سي ايام قرطاج السينمائيه الدوره 31 من 18 ل 23 ديسمبر. اديسيون بيست اوف
مع 120 فيلم في القاعات والسجون. دي زيكرون جيان ودرايفين. من كرهبكم باش تكونوا حاضرين. دورة الذاكرة والحنين مع أفلام العصر الجميل. جي سي سي 2020 دورة الاستثناء. تعطيك حرية لكسي. برمج أفلامك. اختار القاعة وكرسيك بلاش على تذكرتي.ان. وعلى خاطر اللي تعدى مش شوية، احمي روحك وخلي الباقي على أيام قرطاج السينمائية. جي سي سي 2020 من 18 ل 23 ديسمبر. بمساهمة ديليس دانون. انتم تسمعوا في راف ماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على اي اف ام احلى راديو. علي راف ماج السبعه واربع وخمسين دقيقه موصلين معكم بالاخبار. الساعه الثانيه نرجع كان تحبوا نحكيوا على بيان وزاره الخارجيه. سوني عندها مذيف والبرنس يحب يرجع بينا العام 1948. في الاثناء نمشيو للخبر الاخير. نمشيو للبحرين. زوجي طلق زوجته، سمعها في التليفون تحكي مع صديقتها بعد 4 سنوات زواج. قالت لها هي تنصح فيها وهي مقبلة على الزواج باش تزوج بواحد لاباس عليه. قالت لها حبيبة معناها لخسلكم بالتونسي، يا اخي انا تو كان ما جيش لاباس عليه كنت باش ناخذه. سمع الجملة هذه فطلب الطلاق وانهارت العائلة. رف مقر الأعداد الأعداد نعم نروحنا ما في بناش ولا نطلقوا في الحالة هذوما. تسمع جملة 4 سنين عندك زوز أبناء السيد طلق. احنا نبدأ بالبرنس اثنين ليه ما نطلقش؟ يا ولدي عم روحهم اسمع شنو هاي ولا يا أخي تهم العائلة ووليداتك وكل شيء. من روحك مس ايه رجل ايه بذيك باش 52 سنة عرس نكلم فيك راه. وانت عمرك في بالك الحمد لله الحمد لله. حتى كان صارت لي نطفي الضوء انا نعرف شكون خذيت. اما حتى كان صارت لي انا صدقني بالنسبه لي سبوني تو فيسبوك نطفي الضوء. يقول حاجه ويعرفوا باش يسبوها باش يسبوني يخلي يسبوك. انا البارح مع التطبيع بعد قال لي اوكي باش يسبوني تحبهم يعملوا لك كمال يشكروك على الموقف. سونيا 10 مع بيان سور عنده الحق يطلق. بيان سور عنده الحق يطلق. هي انت تقول وانهارت العائلة. هي أصلا الساس متاع العائلة خايخ. ما هيش مبنية على أسس صحيحة. إذا كان خذيته على فلوسه أحسن حاجة أنه يحرمها من الفلوس. في الكريتير دو شوارع موجودة الأمور المادية معنا. تبدأ الأمور واضحة. تبدأ الأمور واضحة نولها ما هيش قصة حب. أما الكذب والطبلعيت وإيهامه بأنها تحبه هي في الأخر تحب الكونتون بانك متاعه. سندريلا سونيا تم تعرفش اللي كلام نسيت روحك تقول لي يا أمي ما خذ واحد لباس بي مكتوب ومعبي باش تبدا عايشه مرتاحه. مش راهو الحب وحده ما يوكلش. شكون باش يشري لك البارفان؟ شكون باش يعمل لك الفواياج؟ روحي يزي يا سوني روحي تاكل في الجراج. تفضل فما لغه نتاع هاني على روحك ميسيلش. الحب موجود اوكي اما نكذبوا على رواحنا كي نقولوا راهو الحب هكاهو باش يعيش. ياما زوز حبوا بعضهم. لخصوا حبيبي ما عندوش فلوس هو بيدو نفس الشخصية نفس البروفيل نفس الذمار نفس الغش نفس الطبيعة ولكن بطال ما عنده حتى فرنك تاخذه ولا والله ناخذه كان هو. احنا ما قلناش ما عندهش الحق تاخذ راجل على فلوسه. لكن تكون الأمور تقوله. ليه داك تكون امور واضحه ما تهموش اني تعيش معاه قصه حب مراد. لا انا في هذه الحق باش ندافع على الراجل امبوسيبل. لا والله لا شو هذا تحس تمس في كرامته. شنو تمس في كرامته بكل صراحة دوك عنده الحق. لا موافقكم في بقعد تطلب الطلاق. طبعا طبعا نطلب الطلاق في وقتها زيد الحمد لله. واخيرا مراد انا شو نقول لك هو بالحق انا الموقف هذا معناتها انا ضده. صح يا اخوي يا اخوي تكليني يا طاقم انا ضده. شو معناتها يا اخوي ايش بيه ما تحبش على الغمزه يشد فراغ. سامحني يا اخوي ما هو انت وقت اللي خذيتها يا اخي ما حسيتش انت لازم تسمع صاحبتك. يا ودي الحب يتحس. انت تحسها تحبك ولا ما تحبكش؟ افرضوا هو شريها صحيح مادام ما عندوش مشكل بالنسبه ليك ما عندوش لا غلط يا ولدي. علاش طلق فيها يا ولدي؟ خليها في الدار على روحها ومر امريكا. رفيق كنت نتمنى يكون الرفماق موجود وناصر البدوي يكون موجود نهار 13 جانفي 2011 ونهار 14 جانفي ونهار 15 جانفي. رفيق والله تمنينا نعملوا حلقه 13 جانفي كيفاش تكون موقفك؟ باش نسبحوا عزين والاستقرار للبلاد باش نخرجوا اللعب. انا وقتها مانيش في الراديو عملت لايف على الفيسبوك 4 ساعات. فميش لايف فميش لايف فميش لايف. اي سجلتها مع بدخل
سجلتها هبطها ما فماش اربع سوايع سجلتها هبطها الفيديو تنجم تلقاها انا يا بربي خير اكتب رفيق بوشناق 13 جونفي ادخلوا تو تفرجوا في الاثنين باش نسمعوا مصر في الزيتونه وخبير زين نكملوا به ساعتنا الاولى من الراف ماك خبير رجع فينا شويه الامل في وسط اللي عايشينه اليوم في تونس حلمه جديده خبير زين مصر في الزيتونه ونرجعوا للبلاتو في كل شبر من الكرة الأرضية فما ناس متفائلين ويخدموا بضمير حالين يديهم للدنيا ويزرعوا في الخير غايتهم مش كان الأرباح المادية أما يحبوا يقدموا خدمات تنفع الإنسانية وصحيح تونس بلادنا صغيرة أما فيها برشا ناس عندهم قيم وعليهم القيمة ما خيرش من أنك تبدأ نهارك بخبير زين يعطيك طاقة إيجابية ويحلك بيبان الأمل في كل ثنية أبدأ صباحك بخبير زين ساحة ستيغو عجيل مذكرة تفاهم تهدف باش توفر البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية وتوفر زادة خدمات شحن النوعية ذي من الكره وقامت زادة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتركيز فريق عمل من مختلف الوزارات باش يحضروا استراتيجية وطنية لتنمية استعمال السيارات الكهربائية في تونس وقرر زادة انها تعمل تشجيعات مادية وحوافز جبائية باش سوم الكره بالالكتريكي واللي كيف سوم الكره بالعاديين اللي يقول كره بالالكتريكي يقول مرشي متاع اكثر من 950 الف كهرباء تباعت في 6 أشهر الأولى من عام 2020 أي بزيادة ب 4.1% مقارنة بنص العام اللي قبله ورغم اللي مرشي الكراهة في العالم الكل تاح ب 26.2% نحكيه على شيفر دافير بالنسبة للكراهة بالإلكتريك في صعود صاروخي من 83 مليار دولار حتى 271 مليار دولار في أمريكا أكها ودخول الكراهة بالإلكتريك لبلادنا بش يأثر على برشا حاجات ويمشي يأثر على خلق مواطن الشغل يأثر زاد على أسوام الكراهة بالعادية وحتى الوضع البيئي والتلوث وقطاع المحروقات والتأثير بيزور بش يكون إيجابي وذلك عليه الدولة دعمت المجال ذي ب 1880 مليون دينار كنت تسمع في خبير زين مع مصرف الزيتونة مصرف الزيتونة قيم تجمعنا كنا نحكيه على كراهب إلكتريك نحكيه على سوق في صعود صاروخي من 83 مليار دولار معنا 240 ألف مليار بفلوسنا تقريبا السوق تطلع 271 مليار دولار أضرب في ثلاثة تقريبا 700 ألف مليار بفلوسنا احنا في أمريكا فقط تونس تدخل السوق هذية اللي بش يوفر برشا مواطن شغل إن شاء الله بش يخلي الوضع البيئي أحسن في تونس بش يخلي تونس تربح برشا في المحروقات وانت على علم بالموضوع هذية مراد اللازغيت بطبيعة هو راو الإشكالية متاع التلوث البيئي اللي تجيب الأمراض للكبار وصغار عليهش موجودة في العالم وموجودة في تونس زيادة على خاطر عنا برشا كراب يلوثوا على خاطر وقت تشوف البارك أوتوموبيل في المدن الكبرى في تونس وتشوف حتى الصباح انت تحسها معناها تحسك الهواء الغير نقي الكهرباء السيارة الكهربائية أو الفواتير الإلكتريك بدأت بتسلع وتواصلت ماركات أخرى آخرها باش تهبط عن قريب في السوق في تونس ام جي سمحونا في الببليسيتي رفيق ان شاء الله لانه هي معلومه تفيد المجموعه معناها مش مشكل باش توفر عليك انك تشتري كهرباء باش مدمت 20 سنه ولا 30 سنه ما تصرفش عليها ايسونس والكهرباء تتهلك اقل وفي تونس هذا مهم جدا لانه احنا عندنا ليزانجينيور اللي قادرين زاده باش يخدموا مع ماركات دوليه باش ينجوا الكهرباء هذه سوق جديده وسوق جديده وسوق كما قلت لك عندها زاده بعد بيئي مهم جدا ويعدى في تونس وفي خارج تونس سوق جديده عندها بعد بيئي عندها بعد اقتصادي سوق كبيره تدخلها تونس ان شاء الله في انتظار بقيه الاسواق العالميه خبير اخر يفرحنا خلونا نحن ان شاء الله تونس مواكبه عصرها تونس مواكبه الحداثه والتكنولوجيا والنجاحات الاقتصاديه في العالم خبير زين كملوا به ساعتنا الاولى من الراف ماك مع مصر في الزيتونة نرجع لكم بعد الاخبار بعد شويه رامي في الرادار سندريلا في البوكس نيوز راف ماك للتسعه ونص ما تبعدوش صباح الخير نهاركم زين ومرحبا بكم على يافام اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020 وهذه احوال الطقس في الصباح فما برشا ذباب في كل من بنزرت بيجا جندوبه سيدي بوزيد وجيبس دونك اللي يسوق يرد باله ما يجيش في الكياس ويخلي مسافه الامان سينو الاجواء باش تكون مسحبه شويه في اغلب الجهات نتوقع لي فما مطره خفيفه في جهه الجنوب الشرقي والحراره في استقرار وتتراوح بين 14 و 19 درجه ريح سرعتها معتدله ما تفوتش 40 كيلومتر في الساعه في تونس وضع وحيها الحراره 11 درجه فما شويه سحب عابره
ما فماش جوست 4 كيلومتر في الساعه. في العشيه الطقس سخون شويه 20 درجه سمي صافيه، والريح شرقيه سرعتها ضعيفه 6 كيلومتر في الساعه. من الشمال الشرقي نهزكم للوسط ونقول لكم بيكم شي يقرا وان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. اليوم نهير مزيان عندكم الاجواء صافيه، الحراره تو 14 درجه والريح مش قويه. في العشيه الحراره تولي 20 درجه شميسه زرقاء، ونعملوا طلع على اقصى الجنوب وفي برج الخضراء الحراره 14 درجه وفما شويه سحب عابره. في العشيه نسجلوا 19 درجه والريح ما تفوتش 5 كيلومتر في الساعه. في الاخر نقول لكم ردوا بالكم على روحكم، انا نرجع لكم الساعه الجايه بميتيو جديده، وانتم ما زلتم كاملين في الراف ماك حتى للتسعة ونص، مقبلها نخليكم على اخبار اي اف ام. تحط على ذمتكم اذاعه جديده خاصه بالجي سي سي، راديو جي سي سي باي اي اف ام 93.5. عيشوا جي سي سي، تفاصيل كواليس حكايات السينما 24 ساعة على 24 ساعة على 93.5. راديو جي سي سي باي اي اف ام، اسمع السينما. اي اف ام توا 8.4 دقائق في تونس، 8.4 دقائق في موناكو. أخبار 4-23 ديسمبر مع سلمى هليل. صباح الخير. صباح النور. الوضع الصحي متدهور وما نجموش نرجعوا تول نمط العيش العادي، هذا ما قالته المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليا في ندوة صحفية البارح. نحب نأكد ونقول راهو الإجراءات الوقائية الفردية مهمة برشا، وبالعكس لازمنا نواصلوا في تطبيقها، خاطر هي اللي من شأنها باش تخلينا ما نعديوش العدوى لغيرنا. فما تدهور كبير في الوضع الصحي. أنا نحب نقول اللي أوني أون تران دو ساكريفيي توت أون جينيراسيون، اللي قاعدين يتوفاو هما الناس الكبار، هما أوليائنا، وإحنا بالاستهتار نتاعنا وبعدم تطبيق الإجراءات الوقائية قاعدين نساهموا باش الفئة هذية تتعرض للعدوى. نمط العيش العادي ما نجم نرجعوا له كان بعد ما يتم السيطرة على الوضع هذايا. وفيما يخص السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قال مدير معهد باستور هاشمي لوزير في نفس الندوة أنه مازال ما عندناش معلومات على دخولها لتونس، والتلقيح المخصص لكورونا يحمي زادة من السلالة هذه. اما الى حد الان ما عندناش معناها علم، وايضا معناها ما فماش معلومات اللي تقول اللي هذايا دخل تونس وما نظنوش اللي دخل. هذه حاجه الاولى. تو قلت حكايه التلقيح، التلقيح الموجود يحمي ضد الفيروس الكورونا فيروس الكوف 2، وايضا ضد السلاله هذه الجديده. علاش؟ على خاطر التغييرات في البروتين اس ماهيش كبيره، ويمكنوا من المضادات وايضا من المناعه اللي تعتمد على الخلايا باش تكون فعاله ضد الفيروس هذايا، ومش المناعه نتاع اللي هي تطورت بعد التلقيح. لازم نزيد نقول لك زاد المناعه التي تتطورت طبيعيا بعد المرض ولا العدوى بلا اعراض، اللي هي يطوروها الناس واللي تحميهم من احنا نقولوا لا غينفيكسيون، باش نجم يعاود يعمل مرض بالفيروس هو بدو. دونك حمايه موجوده، الفيروس القديم والا السلاله الجديده هذه. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد ضرورة تشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والحرص على توفير اللقاح الخاص بكورونا في أقرب الأجل الممكنة باش تستفيد منه أكبر شريحة من المجتمع، وهذا بعد إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا واللي تم فيه اتخاذ عدد من القرارات أهمها منع مختلف الاحتفالات بما فيها رأس العام، موصل تطبيق حظر التجول ومنع التنقل بين المدن حتى 15 جانفي. وزارة العدل تطلب من المديرين الجهويين تسخير كتبة محاكم بسبب تواصل الإضراب العام للكتبة من قرابة الشهر، ونقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض القرار هذا وتأكد أنها باش تواصل اعتصامها. وحتى بن عثمان رئيس نقابة إطارات وأعوان العدلية يعطينا أكثر تفاصيل. نعبروا عن استيائنا الشديد واستنكارنا لمثل هذه الممارسات، والسيد وزير العدل فاجئنا بممارسه تزيد تعقد الازمه ما تساهمش في حلها، وامر غير دستوري وعندنا قرارات محكمه اداريه في بلاد دستوريته، وانا كنت واجهت نداء للسيد رئيس الجمهوريه وللسيد رئيس مجلس النواب باش يدخلوا نلقاو حل الازمه هذه، اليه التسخير هذه ما تزيدنا الا اصرار وثبات على مواقفنا ومواصلتنا في اعتصامنا. كل موقف على شي نعمل التنفيذي هو باش يقرر الاليات التصدي لمثل قرار التسخير، باش نمشيو للمحكمه الاداريه فورا في ايقاف التنفيذ. بقية أخبارنا في عناوين. رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد في لقاء برئيس نقابة القضاة أمير العمري أهمية مواصلة التفاوض والتوصل للتوافق يمكن من تجاوز الأزمة اللي عطلت سير المرفق القضائي.
لقاء منتظر اليوم بين رئيس الحكومة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان لتسليط الضوء على ملف طبيب الراحة بدر الدين العلوي وملفات أخرى. إلغاء الإضراب للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي اللي كان مقرر اليوم بعد توصل الاتفاق البارح. في نابل عدد من العائلات في غرومباليا يطالبوا بتمكينهم من قطعة أرض البناء ديار لهم وتنقذهم من الإقامة في أكواخ وفي ديار متداعية للسقوط حسب تعبيرهم. الإفراج على المنسق العام لاعتصام الكامور ذو الغول بعد ما تم إيقافه بتهمة الاعتداء على دورية أمنية. وتوقيع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل مع الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية بينهم وتنويع التعاون الاقتصادي الثنائي. موعدنا يتجدد 8:30 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على اليف ام تي في على اليوتيوب. تك تيبس كل نهار وقسمه في الاي تك مع طارق مراد. في تك تيبس نحكي لكم كل يوم كيف هي التكنولوجيا تسهل لنا عيشتنا. نسألكم سؤال محرج شوية، كي تهبطوا تصوير على إنستغرام ولا ستاتيو على فيسبوك، قديش من مرة في الساعة تتفقدوا لي فما لايك ولا كومنتير؟ ها؟ برشا. لي ريزو سوسيو يلعبوا ياسر على الغرور والإحساس بالأهمية. عندك بلاستك في العالم، عندك رايك، عندك حياة تهم الآخرين، ماكش موجود باش تاكل وترقد وتخدمك هو. يلعبوا زادة على الإحساس بالترك وقلة الأمان. اليوم ما تجاوبوش معايا كالعادة، زعما مني؟ العالم هارب بيا؟ سيئت عدى وقتي وجاو الصغار يطنطنوا، ضيعت الفتلة، طارت المجي. يا خسارة ما استغليتهاش أكثر كي أنت موجودة. استاتيو واحد ما يمشيش على خاطر الألغوريتم نهارتها معدل على موجة أخرى وتعدي نهار انكد. ثيقتك ترف وعينيك زايغة، فماشي سيني اللي فترة عابرة وتتعدى ويرجعوا اللايكات والقلوب والضحكة وتنشرح الصدور وتعود الأمور إلى نصابها. كان هذا ماهوش إدمان أنا ما فاهم شيء. عمليات عاصمة ببليكاسيون ما مشيتش، ظهرت الفولوورز اللي يذوبوا في إنستغرام. تبدأ أنت يعلم بك ربي لممهم بالكعبة، قريب كل واحد تعطيت القيمة، وفي فترة معينة لطح لدزوه يبدو ينقصوا. يا ربي شعمل جديد غالط حتى شي ساعات، أما ثم عبيد مزاجية هكا كل نهار وكيفاش هكا اخطر له ولا اخطر لها، ما عادش يحب يشوف تصاورك زينت ياسر ولا حوست برشا وين ندري عليك. السبب الاخر زاد الفتره الاخرى اللي انستغرام عامل حمله على لي فو كونت والروبوات باش يقاوم الديزانفورماسيون ولا يعاقب العباد اللي قاعده تشري في لي فان. نعرف دي ستار حشوا لهم الكونت نتاعهم كهو جاوا يطبوها عملوها. ان توكا كان انت زاده صايرت لك الحكايه هذه وتحب تعرف شكون قاعد يعمل ديزابونمون وتفهم ممكن حتى الاسباب، ننصحك تستعمل لابليكاسيون فولو ميتر. تدخل على الابليكاسيون بالبروفيل انستغرام نتاعك وتولي هي تقارن الموجود وتعطيك كل مره شكون تبعك جديد وشكون جبد روحه. تولي وقتها تفرق بين الحسد والغيره واللي جوست يختلف معك في النظره والمنهج. فولو ميتر متوفر لايفون واندرويد. فولو ميتر باش تعرف شكون يتبع فيك ولا بطل على انستغرام ينجح. تك تيبس يفهم اليوم الأربعاء 9:30.